الانطلاقات مستمرة والتحديات متواصلة من هنا من على أرضية ميدان البصير، وينطلق بحفظ الله ورعايته الشوط الأول الرئيسي لسن اللقاية وفئة الأبكار المخصص للإنتاج والمنتجين، شوط فيه الإثارة وفيه التحديات، نتمنى التوفيق لجميع المشاركين. نسير بحضراتكم مباشرة مع المركز الأول ومع مقدمة هذا الشوط، حيث تنطلق ارتياد لعبد الله بن نهار بن ناصر بن ماجد النعيمي، يتقدم مع ارتياد على المركز الأول من ترتاد الصدارة، ارتياد على مقدمة هذا الشوط. نقلتنا إلى المركز الثاني، نشوف نتابع اللي على المركز الثاني، نوف بشعار السيد سالم بن علي بن سالم آل نشير المري، يتقدم مع نوف على المركز الثاني، بينما الانتقال إلى المركز الثالث والوصول من قبل الذيبة لسالم بن محمد بن حران الفهيدي، يتقدم مع الذيبة على مستوى المركز الثالث، بينما الانتقال إلى رابع المراكز والقادمة في هذه اللحظات اللي هي غالية للسيد محمد بن سعيد بن محمد المطوع الخيارين، وأيضا دخول من شعار الزمات يصل وينطلق مع تبريز للسيد عبد الله بن صالح بن سالم أبا الزمات المري، والمركز الخامس الاندفاع تأتي من قبل الواصلة مع هذه اللحظات، الذيبة أيضا للسيد سالم بن محمد بن حران الفهيدي. هذه الخمسة المراكز الأولى مستمعينا، حفلنا الكريم للنداء الأول، ولكن نعود مباشرة إلى المركز الأول وإلى شعار بن نهار، من يتقدم مع ارتياد عبد الله بن نهار بن ناصر بن ماجد النعيمي، تسيطر ارتياد على المركز الأول، ولكن دير بالك من القادمة والمتربصة بتحركات ارتياد، هذه نوف لسالم بن علي بن سالم الشيرة المري، والمركز الثالث انتقالتنا لثالث المراكز الواصلة والمتقدمة غالية محمد بن سعيد بن محمد المطوع الخيارين، يتقدم مع غالية على صعيد المركز الثالث. المركز الرابع من تقود المجموعة الثانية في هذه اللحظات المتقدمة، الذيبة سالم بن محمد بن حران الفهيدي، يتقدم مع الذيبة على مستوى المركز الرابع، بينما المركز الخامس الواصلة في هذه اللحظات الدانة علي بن زيد بن علي بن محمد النديلة، يصل مع الدانة على مستوى المركز الخامس. هذه الخمسة المراكز رعناها للمرة الثانية على التوالي، ولكن العودة إلى صدارة هذا الشوط، إلى كتلة الأصايل التي تتجمع على خط واحد بقيادة غالية وباندفاع غالية المملوكة للسيد محمد بن سعيد بن محمد المطوع الخيارين، تسيطر سيطرة واضحة على هذا الشوط الأول الرئيس، الشوط الأول غير، وسمعة الإنتاج غير، الإنتاج والمنتجين ناموس هب ناموسين في هذا المساء. المركز الثاني مشاهدين الأفاضل الواصلة والمتقدمة، شعار بن حران يتقدم مع اندفاعة الذيبة، سالم بن محمد بن حران الفهيدي غيرت إلى الصدارة، كشرت عن أنيابها الذيبة. المركز الثالث الواصلة نوف سالم بن علي بن سالم النشيرة المري، شعار بو علي دائما ما يتميز في أشواط الإنتاج والمنتجين، حاضر ومتواجد في هذا المساء، يسعد لي مساك يا بو علي على هذا أيضا التحدي وعلى هذا التقديم المميز لنوف في هذا الشوط. المركز الرابع الدانة وصلت علي بن زيد بن علي بن محمد النديلة، والدانة غالية فعلا، الدانة ثمنها غالي اللي على المركز الرابع سماها الدانة، وذلك اللي أيضا غلات البكرة عند راعيها الدانة واسمها دانة. والمركز الخامس شوف القدوم، هذه أول مرة نذيعها، الواصلة في هذه اللحظات حلم حمد بن محمد بن علي بن محمد بن جرحب، يصل الداب، والداب حضوره قوي دائما وأبدا ما يتقدم على المركز الثالث. الآن شعار الداب واصل مع انطلاقة حلم، يحب هذا الاسم أيضا أبو محمد، يحب اسم حلم ولا يضعه إلا على بكرة تستاهل، ما يخلي في عزبة إلا مطية تستاهل ومطية سبوك. أبو محمد يسعد لي مساك. المركز الأول إذن العودة إلى صدارة هذا الشوط وإلى شعار بن حران، من لا يزال يسيطر على مقدمة هذا الشوط مع الذيبة سالم بن محمد بن حران الفهيدي، ولكن دير بالك من الغالية اللي على المركز الثاني محمد
محمد بن سعيد بن محمد المطوع الخيارين ينطلق مع الغالية على المركز الثاني. المركز الثالث حلم واصلة مع أيضا ندائنا الثاني، تنطلق أيضا ندائنا الثاني لحلم الواصلة على المركز الثاني. حمد بن محمد بن علي بن محمد بن جرحب والمركز الرابع الواصلة الدانة، ديروا بالكم من الدانة قادمة لا محالة للسيد علي بن زيد بن علي بن محمد الانديلة والمركز الخامس. أيضا هذه أول مرة نذيعها هذه عند المجدور اللي على المركز الخامس، لحظات فقط ليتضح رقمها لنا في سيارة الإذاعة والنقل، اللي على المركز الخامس الواصلة والقادمة اللي هي أيضا مع المركز الخامس تتقدم في هذه اللحظات الداودية ناصر بن عجيان بن بريك بن مجدور الغفران، ديروا بالكم منها اللي على المركز الخامس. ولكن العودة إلى الغالية، الغالية تسيطر على هذا الشوط سيطرة واضحة وسيطرة بينة لجميع المشاركين. تنطلق مع المركز الأول محمد بن سعيد بن محمد المطوع الخيارين، الشوط الأول غير، الشوط الأول يا عرب غير، حساس يا أهل الهجن حساس، ويا ذا المضمر اللي بك الخير هات السبوق اللي لها أساس، تاخذ من الكادر تصاوير تخلي مضمرها بالإحساس. كلمات أيضا كلمات دائما ما نرددها الشهيرة للشاعر علي بن عناد الخاطري، كلمات الخاطري. ولكن الصدارة أيضا الصدارة والمقدمة مع أجواء الكيلومتر الأخير. أشوف المجدور بدأت الآن بالتحرك الداودية، ناصر بن عجيان بن بريك بن مجدور الغفران سماها تيمنا بالداودية المملوكة لهجن الشحانية، والتي أيضا ننتظر إنتاجها إن شاء الله مع أيضا شعار هجن إنتاج أم الزبار. تنطلق أيضا الداودية على صدارة هذا الشوط، ناصر بن عجيان بن بريك بن مجدور الغفران انطلقت الآن، انطلقت الآن بدأت باستعراض مهاراتها الاحتياطية لكل الأنظار، كل الأنظار تسلط على الداودية في هذا المساء مع الشوط الأول. الشوط الرئيسي معك المجدور مع انطلاقة الداودية، ناصر بن عجيان بن بريك بن مجدور الغفران يا السلام. المركز الثاني، المركز الثاني من القادمة؟ هذه أول مرة نذيعها اللي على المركز الثاني ولا هذه حلم؟ المركز الثالث الواصلة مغيضة علي بن راشد بن علي بن حميدي بن مقارح، شوط الإنتاج، شوط الإنتاج. انطلقت حلم وانطلقت الداودية، الداودية على الصدارة، ولكن الداب الداب الله يا حلم تنطلق على المركز الثاني. حمد بن محمد بن علي بن محمد بن جرحب ينطلق مع حلم على مستوى المركز الثاني، ولكن الداودية خلاص خلاص ودعت الجميع مع صدارة هذا الشوط، نقطة الشوط الأول الرئيسي في هذا المساء. سلام يا الداودية، سلام سلام المجدور، سلام ناصر بن عجيان بن بريك بن مجدور الغفران قدم الداودية خير تقديم في هذا المساء. المركز الثاني كان من نصيب حلم لحمد بن محمد بن علي بن محمد بن جرحب، المركز الثالث مغيبة لعلي بن راشد بن علي بن حميدي.